مساء الفل والورد والياسمين، مساء كل حاجة حلوة. النهاردة بقى طالعة دردش معاكم كده في الإضاءة الخافتة. يا ريت تقولولي رأيكم، عجبكم التصوير في الإضاءة دي ولا لأ؟ النهاردة حبيت أدردش معاكم في تعليق بنوتة قمر عندي. أقرأ لكم التعليق. فتحت كده عينيا ورجعتني لأيام من كام سنة كده. بتقول عايزين فيديو لكسر الروتين للمرأة العاملة والترفيه لنفسها. بجد لما قريت التعليق ده رجعت كده كام سنة لورا. انا من كام سنة كده، يعني بالظبط تقريبا من سنتين، كنت واحدة من الشغل للبيت ومن البيت للشغل. كنتش بعمل اي حاجة في حياتي غير الشغل والبيت بس فقط. كان عندي كده يعني حالة من اللي هي ايه بقى، انا كل يوم بنزل وبلبس وبنزل الشغل، فانا مش عايزة اروح اي مكان. يروحوا اي مكان هنا في البيت ما اروحش معاهم. صحابي يتصلوا بيا عشان نخرج، اقول لهم لا انا مش قادرة، انا عايزة اريح. ما كانش عندي اي رغبة في اني انزل من البيت بعد الشغل. كنت بقعد اقول انا خلاص كفاية، انا كل يوم بلبس وبنزل، انا مش عايزة البس تاني، عايزة اروح، مش عايزة اي حاجة غير ان انا اروح استريح وفقط، مش عايزة اعمل اي حاجة تاني. حياتي كلها لمدة سنين طويلة كانت عبارة عن شغل فقط. كل اللي انا كنت محتاجاه بعد الشغل ان انا استريح، مش بفكر في اي حاجة تانية غير كده. فجأة انا كل شهر كده، سوري، كل سنة في عيد ميلادي بقعد كده. في شهر عيد ميلادي في شهر 9، زي ما انتوا عارفين كان لسه عيد ميلادي من قريب. عيد ميلادي في شهر 9، فانا كل شهر 9 كده بقعد اعيد حساباتي واقعد اشوف انا عملت ايه في السنين اللي فاتت. يعني بقعد مع نفسي كده جلسة كده خاصة. المهم قعدت مع نفسي، الكلام ده من حوالي سنتين، قعدت مع نفسي كده وقعدت اقول ايه، اشوف بقى انا عملت ايه في السنين اللي فاتت دي، واشوف بقى انا بقى عندي كام سنة وعملت ايه في كل بقى السنين دي. لقيت ان انا ما عملتش اي حاجة. لقيت ان انا حياتي بتتمحور بين الشغل والبيت بس، مش ما بعملش اي حاجة تاني غير كده. طب انا فين؟ صحتي النفسية فين؟ حياتي فين؟ كل السنين دي مرت من عمري، حوالي مثلا ايه، انا كنت بتكلم في 10 سنين مثلا، 10 او اكتر، نقول 10 سنين، 10 سنين شغل. طول ال10 سنين دي انا عملت فيهم ايه غير ان انا بشتغل؟ ما عملتش اي حاجة، ولا عاملة وقت لنفسي، ولا يعني ولا بعمل اي حاجة غير ان انا بشتغل. صراحة دي كانت اكتر مرة قعدت فيها مع نفسي واخدت قرارات مهمة في حياتي غيرت حياتي كلها. بعد كده كل سنة كنت بقعد مع نفسي في شهر 9 واحط اهداف ومش عارفة ايه، وكان مجرد كلام بس، يعني كان مجرد كلام انا بحطه وبس، كانش بيتنفذ، او لو كان بيتنفذ منه كان 20% مثلا. لكن ما كنتش بقعد مع نفسي بالوعي ده زي المرة اللي بقول لكم عليها دي. وقفت مع نفسي وقلت انا هتغير، مش هقضي بقية السنين اللي جايالي زي ما قضيت السنين اللي فاتت. خلاص انا ده قرار. خلي بالكم ان كل حاجة وكل تغيير في حياتنا محتاج إرادة قوية، محتاج رغبة من جواكي في التغيير. لان الانسان بطبعه بيميل اكتر للثبات او للروتين،
بيخاف دايما. طبيعتنا كبشر بنخاف من التغيير، بنخاف من المجهول. هو انا لو عملت كده يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طب ما انا خليني زي ما انا، سواء انا جايه عايزه اروح شغل جديد او داخله في علاقه جديده او ايا كان. دايما البني ادم بيميل اكتر للثبات اللي هو فيه او للروتين اللي هو فيه. فانك تقرري ان انت تتغيري ويبقى عندك رغبه من جواك ان انت تتغيري، ده محتاج زي ما قلت لكم رغبه من جواك بالتغيير. تاني حاجه اراده قويه، وانا الحمد لله عندي اراده قويه، و ما بحبش ابدا فكرة الاستسلام للواقع، وما بحبش ابدا فكرة ان انا اندم على اللي فات. انا كلمة ندم دي مش موجودة في قاموسي اصلا، فما بندمش خالص على اللي فات، شايلها من دماغي الكلمة دي. دايما لما باجي احط او اخد خطوة جديدة في حياتي ما ببصش على اللي فات، وما بقولش انا ندمانه، وبقعد ابكي على الاطلال واقعد اقول ندمانه على كل السنين اللي فاتت اللي ضاعت ومش عارفه ايه. لا، انا باخد درس وعظه من اللي فات، انما مش بقعد اندم وباخد وقت وبضيع حياتي في الندم. لا، انا باخد بس عظه من اللي فات. لما بصيت على حياتي اللي فاتت ولقيت ان هي بالشكل ده، وان انا ما بعملش اي حاجه غير ان انا بشتغل، وقفت في عيد ميلادي ده وقلت ده مش هيتكرر تاني. انا هحط خطط واهداف مش مجرد كلام، هحط خطط واهداف مكتوبة، وهحط لها خطة ازاي انفذها. وقعدت انا والنوت بوك بتاعتي والقلم جلسة خاصة كده، وقعدت اكتب عموما. الاول قعدت اكتب كل الحاجات اللي في دماغي اللي انا شايفة ان هي هتغير لي حياتي، او ان ازاي انا هغير حياتي، ونفسي في ايه لحياتي، اهداف في حياتي او حاجات انا عايزة احققها. اول حاجة كتبتها ان انا لازم يبقى لي يوم في الاسبوع ده بتاعي انا وبس، لازم اخرج فيه، لازم اخرج في الويك اند. قررت ان ده هيبقى في الويك اند عشان يبقى صبح تاني يوم عليا اجازة، فمبقاش بره وانا بره شايلة هم ان انا لازم اروح عشان هصحى بدري عشان الشغل ومش عارفة والكلام ده. فقررت ان انا لازم كل ويك اند اخرج. اخرج دي تندرج تحتيها اخرج لوحدي، اخرج مع حد من صحابي لو عايز يخرج معايا، يعني لو اي واحدة من صاحبتي صحابي عايزين يخرجوا مفيش مشكلة، المهم ان انا اخرج حتى لو لوحدي ما عنديش اي مشكلة. انا اصلا بحب الخروج لوحدي جدا، وهتلاقوا معظم خروجاتي اللي انا بصورها لكم اصلا لوحدي. تاني حاجة قررتها ان انا هخصص وقت في حياتي لهواياتي. قعدت ادور وانا بحب ايه، عندي شغف في ايه. انا بحب حاجات كتير، منهم ان انا عندي شغف في توصيل المعلومات اللي عندي، ما بحبش المعلومه اللي اكتسبها، لان انا دايما على اطلاع ودايما بحب ان انا اقرا في كل المجالات واثقف نفسي واطور نفسي. ما بحبش المعلومه تقف عندي، فكنت دايما بدي المعلومة للي حواليا زي ما قلت لكم قبل كده، اصحابي اخواتي المحيط اللي حواليا. ده ما كانش شغفي ولا كان هدفي، فدايما كان عندي هدف ان انا اوصل للمعلومة لاكبر عدد من الناس، وافيد حواليا بتجاربي الشخصية او بحاجة اشتريتها لقيتها كويسة هتفيد اللي قدامي، معلومة ايا كان، سواء في الحياة العامة او كقصص او تاريخ او معلومات عن الصحابة دينيا، يعني كل ده. بس كان مجرد هدف، ما كنتش بترجمه لفعل. فمن ضمن الاهداف او من ضمن الحاجات اللي انا قررت ان انا هكتبها في عيد ميلادي ده وان شاء الله هحققها، ان انا اعمل قناتين، قناة عامة اللي انا بكلمكم منها دي، قناة تانية عشان اقول فيها معلومات اللي انا بتوصل لي او اللي انا بقرا عنها، سواء عن الصحابه، سواء معلومات دينيه، معلومات تاريخيه، معلومات عامه.
ده كله زي ما بقول لكم انا والنوت بوك والقلم، مفيش اي حاجه اتحققت، دي مجرد حاجات انا بكتبها، بكتب كل اللي انا عايزه احققه وكل اللي انا نفسي احققه. ايه تاني كنت بتمنى ان انا اعمله؟ جزء العبادات بقى، وده اهم حاجة كانت بالنسبة لي. جزء العبادات حطيت فيه ان انا جزء العبادات بالذات مش هيبقى ليه نهاية، مش هحدده لان ملهوش نهاية. قررت اني انا اطور نفسي في الموضوع بدون نهاية. يعني لو حطيت هدف في اول شهر ان انا مثلا اواظب على صلاة النوافل، الهدف ده يتحول لعادة وخلاص ابقى عندي يقين ان انا ده بقى عادة بالنسبة لي، وخلاص يعني قصدي اتعودت عليها وخلاص بقت جزء من حياتي مش هيتغير، خلاص انا اتعودت عليها وبقت جزء من حياتي. ادخل على الهدف اللي بعده، مثلا ان انا احافظ على صلاة الفجر، ان انا ازود في الصدقات بتاعتي او انوع المصادر بتاعتي، ان انا احفظ قرآن، ان انا اقرا القرآن بالتفسير، ان انا اواظب على قراءة سورة البقرة، حاجات كثيرة جدا ملهاش نهاية. فقررت ان جزء العبادات مش هيبقى ليه نهاية، كل ما اخلص هدف هطلع على الهدف اللي بعده. اول ما احس ان الهدف بيتحول لعادة وان انا خلاص كده بقيت جزء من حياتي، ادخل على اللي بعدها. يعني قررت ان انا اغذي روحي بالجزء بتاع العبادات. طيب اغذي روحي بايه كمان؟ انا بحب القراية، اقرا اكتر، وما يبقاش مجرد ان انا بعملها كل وقت فراغ، احط لها خطة ان انا اقرا. ايه تاني؟ انا بحب ان انا لازم يكون في رياضة بعملها كل يوم، وانا شخصيا برتاح جدا وبحب جدا اليوجا زي ما قلت لكم قبل كده، فقررت ان هي ما تبقاش مجرد ان انا بعملها لما ببقى فاضية برضو، لا انا احطها في عاداتي اليومية سواء الصبح او بالليل. ويا سلام لو وصلت لمرحلة ان انا ابقى بعملها الصبح وبالليل، انا اوريدي بمارس اليوجا كل يوم حتى في حياتي اليومية، يعني وانا في الشغل في يوجا بسيطة بتتعمل وانتي قاعدة على الكرسي، بحيث ان انتي تفكفكي كده ظهرك وفقرات رقبتك والكلام ده. فانا بستخدم اليوجا في حياتي، هي جزء لا يتجزأ من حياتي يعني. فقلت انا عايزة ازود الموضوع دوت واخليها عادة الصبح وبالليل. فدي من مجموعة من الاهداف اللي انا حطيتها. المهم الترفيه مش معناه الخروج بس، ده اللي قصدي اوصله لك، ان الترفيه مش معناه الخروج بس، الترفيه عن النفس حاجة مهمة جدا، بس عايز خطوات. فانا بقول لك تجربتي وايه اللي انا عملته عشان اوصل النهاردة ان انا الحمد لله حققت نسبة كبيرة جدا خلال السنتين اللي فاتوا من الحاجات دي، وحسيت باختلاف رهيب في حياتي. بعد ما كنت منغلقة على نفسي وبرجع من الشغل على سريري ومن غير ما اعمل اي حاجة، ودايما كسلانة ودايما حاسة ان انا نفسيتي مش مظبوطة، لان دايما ببقى حاسة ان انا عايزة الحق الوقت اللي بقعده في البيت ان انا استريح فيه بس. لو جالي خروجه غصب عني لازم انزلها، او اي حاجه بعملها غصب عني، بحس ان انا متضايقه نفسيا ان انا ضيعت الوقت اللي انا كان المفروض ان انا استريح فيه. الموضوع اختلف جدا جدا، من نفسيه وحشه طول الوقت، ومن عدم يعني ما كانش نفسي برفه عن نفسي باي شكل واي وسيله من الوسائل. للموضوع اختلف دلوقتي تماما، انا حققت جزء كبير جدا من الاهداف اللي انا كنت حاطاها. اولا عملت القناة دي، فبقيت بعمل حاجة هواية انا بحبها. فدي نصيحتي ليكي ان انتي تشوفي هواياتك اللي انتي بتحبيها وتمارسيها، وانتي بتمارسي هوايتك المدفونة اللي انتي ما كنتيش متخيلة ان هي تطلع للنور، صدقيني
هتبقي مبسوطة جدا، وده هيعود عليكي بنفسية حلوة قوي، وهتحسي بقيمة في حياتك، وهتحسي ان حياتك مش ضايعة في الشغل والبيت فقط، لان الست اللي بتشتغل دي حياتها ما بتبقاش سهلة، وبتبقى عايزة مجهود شوية وتخطيط، زي ما انا بقول لكم كده، ازاي توازني بين البيت والشغل ونفسك، ونفسك اهم من كل ده. يعني انا من وجهة نظري ان احنا لازم نحط اولوية لنفسنا اهم من كل ده. فازاي اعمل التوازن ده؟ زي ما بقول لك كده، شوفي هواياتك اللي انت بتحبيها، طلعيها وفرغي ده في حاجة زي اللي انا عملتها، ان انا عملت القناة دي، وخلال السنة اللي فاتت عملت قناة تانية الحمد لله، هتلاقوا اللينك بتاعها هنا على قناتي دي، اسمها غدا سعد الدين. بقول فيها قصص عن الصحابة ومعلومات عامة. فوصلت دلوقتي ان انا عملت القناتين وحققت الهدفين اللي انا كنت حطاهم من ضمن الاهداف. عملت ايه تاني؟ يوم الخميس عندي بقى يوم كده مقدس للخروج، خلاص انا عارفة ان يوم الخميس بخرج من الشغل، ببقى مرتبة، يا اما ببقى مرتبة انا هروح فين، يا اما ما ببقاش مرتبة وبروح اقرب مكان جنبي في الشغل، ونادرا لما بقضي اليوم ده في البيت، لما بحس ان انا كنت الفترة اللي فاتت مرهقة جدا ومحتاجة ان انا استريح بقضيه في البيت، زي ما انتوا شفتوا اخر خميس هنا صورته لكم، قضيته في البيت وانا بتفرج على فيلم من ايجي بيست، فيلم انا بحبه وما كنتش اتفرجت عليه وكان نفسي اتفرج عليه، فقضيت اليوم يوم حلو وجميل، وكان بقالي فترة طويلة جدا ما قضيتش يوم الخميس في البيت. فخلاص بقى الخميس ده حاجة كده مكافئتي لاخر الاسبوع، عارفين الاحساس ده؟ انا خلاص بقيت عارفة ان دي المكافأة بتاعت اخر الاسبوع، مكافئتي من ان انا طول الاسبوع بشتغل وبتعب، ومن حقي يوم لنفسي، دي مكافأتي. فبقى حاجة حلوة جدا، وبقيت استنى من الخميس للخميس علشان اخرج فيه واروح مكان جديد. ممكن خلاص صحابي بقوا عارفين ان انا يوم الخميس بخرج، فبالتالي لو اي واحدة فيهم فاضية يعني فضيت يوم الخميس بتتصل بيه بتقولي انتي فين انا جاية لك، فبنتقابل، لو محدش جه ببقى مع نفسي وبس، ده يوم خاص بيا انا وبس. الاكل ما بعملش اكل يوم الخميس، يا اما بجيب اكل من بره، يا اما بطلع اي حاجه سريعه بتبقى عندي اوريدي، انا ببقى مخزنه في الفريزر اكل، فبطلع يدوبك حاجه اقليها على طول واعملها سندوتشات بس، ما بتعبش نفسي يوم الخميس في اي حاجه. ايه تاني حققته؟ بقيت اقرا اكتر، واطور نفسي واثقف نفسي اكتر عن طريق القرايه، عن طريق ان انا اكتسب معلومات اكتر. خدت خطوات ناحيه عباداتي اكتر الحمد لله. لو انتوا متابعيني كويس هتعرفوا ان انا خلاص الحمد لله، وده نعمه وفضل من عند ربنا، بقيت محافظه على صلاه الفجر، وبقيت محافظه على قرايه سوره البقره يوميا. دول حاجتين مهمين جدا في عباداتي، وخطوتين حلوين جدا غيروا نفسيتي جدا، لاني عملت حاجة بحبها. فده اللي انا بتكلم فيه، لو انت حطيتي اهداف وحاجات انت بتحبيها عايزة تعمليها وخصصتي يوم لنفسك واعتنيتي بنفسك، من ضمن الاهداف برضو اللي انا كنت حطاها ان انا ههتم بنفسي اكتر، بجسمي وبشرتي بشعري بكل جزء في جسمي، زي ما انا بهتم وحطيت اهداف ان انا اهتم بروحي، اغذي روحي بالقرايه وبالعبادات، وان انا ارفه عن نفسي بان انا اختار يوم الخميس في ان انا اكافئ نفسي واخرج فيه، هو اعمل حاجة انا بحبها وما اعملش اي حاجة في البيت ولا اكل ولا اي حاجة اليوم ده. فكان مهم جدا ان انا من ضمن خططي واهدافي ان انا احط واعمل روتين لنفسي ولجسمي ولبشرتي ولشعري، الجزء بقى الجسدي، واهتم بنفسي اكتر، اهتم بلبسي، اهتم بمكياجي، لو انا بحط مكياج خفيف
اهتم بكل حاجة تخصني. صدقيني لما عملت كده موضوع اختلف تماما. لو سألتيني انا كنت ايه من سنتين قبل ما اعمل ده، اقولك كنت انسانة بلا هدف، كنت انسانة نفسيا مش متظبطة، مش مبسوطة. حتى لو انا مش عندي مشاكل كنت بحس نفسي ان انا مش مبسوطة، مش سعيدة، ما عنديش اي حاجة بس مش سعيدة، مش حاسة بالسعادة. وخصوصا لما بيجي بقى عيد ميلادك وتتفاجئي ان السنين حياتك بتروح او راحت يعني، وانت ما عملتيش فيها اي حاجة، وانت ضايعة، وانت مش واخده بالك من نفسك، حياتك ضايعه على شغلك وعلى اللي حواليك وعلى اللي حواليكي، سواء اسرتك او ولادك او جوزك او مش عارفه ايه، والبيت طبعا البلاعه اللي هو مهما عملتي فيه الشغل ما بيخلصش في البيت. ففجاه تلاقي نفسك السنين دي راحت على الحاجات دي، انت بقى فين ومن ده كله؟ مفيش. طيب انا بعد السنتين دول لما بيجي، يعني خلال السنتين دول لما بيجي عيد ميلادي، هل كنت بحس زي ما كنت بحس زمان؟ لا خالص، بالعكس، حولت اليوم ده ليوم فرح وسعادة، ببصوتها فيه جدا، ما ببصش ابدا لسن اللي بيكبر، ببص بس لان انا مبسوطة ان عدت سنة من حياتي وانا عملت فيها حاجات بحبها، ما ضاعتش على الفاضي، السنة ما ضاعتش على الفاضي ابدا، اتطورت فيها، نضجت فيها، عملت حاجات بحبها، حققت اهداف من اللي انا كنت حطاها، وعلمت صح. كل ما بحقق هدف ويتحول لعادة فاوريدي كده هو خلاص خلص بالنسبة لي، تحول لعادة بقى جزء لا يتجزأ من حياتي، فبعلم عليه علامة صح، ان انا خلاص الهدف ده خلصته وبدخل على اللي بعده. فصدقيني حياتي اختلفت بطريقة كبيرة جدا. فنصيحتي ليكي ولأي حد بيسمعني ان انا احط اهداف لنفسي واحققها، اعمل يوم لنفسي ما اعملش فيه اكل وما اعملش اي حاجة فيه في البيت، ما اهتمش غير بنفسي بس، ولو عندي فرصة ان انا اخرج لازم اخرج اليوم ده، حتى لو خرجت قعدت قدام النيل فقط او قدام البحر لو انت في بره القاهرة. بس لو انت عملتي كده وجبتي كوز ذرة ولا حمص الشام ولا اي حاجة وقعدتي صفيتي ذهنك فقط من الشغل بقى ومن كل حاجة، صدقيني الحاجات اللي انا قلتلك عليها اللي انا عملتها في حياتي كلها فادتني جدا. فاعملي كده هتلاقي حياتك اتغيرت، نفسيتك اتغيرت، مش هتبقى حياتك شغل وبيت بس، فهتحس ان انت ليكي قيمة وحياتك ليها قيمة، وسنين حياتك ما بتضيعش هدر، هيفيدك جدا 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 في حياتك. دي تجربتي الشخصية واللي لقيت منها اثر حلو جدا واختلاف كبير جدا في حياتي، حبيت ان انا ارد على البنوتة القمر وارد على تعليقها، وفي نفس الوقت افيد اي حد بيسمع الفيديو عن تجربتي الشخصية. يا رب يكون فيديو النهاردة كان خفيف عليكم، تكونوا استفدتوا منه، واشوفكم دايما على خير وفي هنا وفي سعادة. اشوفكم على خير يا رب في دردشة بكرة، وتصبحوا على خير.